الاكتبي، تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الشوط. شوط جديد ينطلق ويندفع بأسماء جديدة من الزمول، ويزيد يتواصل بهذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أرحب بكم بهذه الانطلاقة ورابع انطلاقة الفترة الصباحية وفي آخر أيام هذا المحلي السادس، وهذه الفترة الصباحية الخاصة لأشواطنا العامة في رحلة الكبار في الزمول والحول 8 كيلومترات. تهانينا لكل من فاز في هذا الصباح. هذا هو الشوط الثاني الذي ينطلق، الشوط الخاص بالزمول، الخاص بالزمول في 8 كيلومترات. ناخذ المركز الأول، وهنا السعدي اللي بالمركز الأول، تعود ملكية السعدي لسيد متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني الطبيب على المركز الثاني للسيد سيف بن علي بن عبيد السناري على المركز الثاني. وفي المركز الثالث، في المركز الثالث، ها هو الحذر، الحذر وصل في المركز الثالث، تعود ملكيته للسيد حمد بن متعب المنخس المري في المركز الرابع أو في المركز الثالث وفي المركز الرابع. وهذا هو الشرقي اللي قادم للسيد علي بن سالم بن صبيح المري في المركز الخامس في المركز الرابع، وناخذ في خامس النداء. هذا هو مطران اللي وصل بالمركز الخامس للسيد سالم بن بريك بن محمد المري في خامس النداء. هذا هو أول نداء للمراكز الخمسة متقدمة، للمراكز الخمسة المنطلقة، للباحثين عن الفوز، للباحثين عن الناموس في رحلة الكبار وفي رحلة 8 كيلومترات. الله، نعود وهذا الحذر، وتحذروا من الحذر. صاحب الإنجازات، صاحب السجلات الحافلة وسجله مليء بالإنجازات، الحذر للسيد متعب بن حمد أو حمد بن متعب المنخص المري، ينطلق مع ثاني أشواط الزمول. ننتقل لناخذ المركز الثاني، وهذا الطبيب اللي دائما ما ينافس، الطبيب للسيد سيف بن علي بن عبيد السناري اللي منطلق بالمركز الثاني. وفي المركز الثالث، ها هو جزيل اللي وصل بالمركز الثالث للسيد متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري اللي وصل بالمركز الثالث، وشعار بن صبيح قادم، الشرقي اللي قادم لعلي بن سالم بن صبيح المري في المركز الثالث، وينتقل بدوره إلى المركز الثاني وينطلق مع المركز الثاني اللي هو الشرقي علي بن سالم بن صبيح المري. ناخذ المركز الرابع، وهذا الباسل لخالد بن حمود بن الزفنة الحرسوسي في المركز الرابع. وفي المركز الخامس مطران، مطران اللي في المركز الخامس يحمل شعار سيد سالم بن بريك بن محمد المري في خامس النداء. هذا النداء الثاني، ولكن العودة مع الحذر ومع مسيرة الزمول ومع انطلاقة الحذر ومع تترصد أو ترقب الموقف مع المركز الثاني، شعار علي بن سالم بن صبيح المري وشعار السيد متعب بن راشد بن سلعان وشعار حمود وشعار السيد اللي وصل بالمركز الثالث شعار السيد خالد بن حمود بن زفنة. يا سلام، وأيضا ضيف على النداء قادم شاهين للسيد محمد بن صباح بن سيف النعيمي اللي بالمركز الخامس. نعود بكم إلى الحذر، نعود إلى انطلاقة الحذر، نعود مع شعار المنخص، شعار السيد حمد
بن متعب بن المنخص المري في مقدمة الشوط صاحب الإنجازات، ويكرر السيناريو دائما في هذه السباقات المحلية. هو صاحب نقاط في العام الماضي وفي هذا العام. الحذر اللي بالمركز الأول، شوفوا وصول الشرقي، الشرقي على المركز الثاني، وإذا فاز سوف يهدي الناموس لأهالي المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية بشعار السيد علي بن سالم بن صبيح المري اللي ينطلق على المركز الثاني، اللي يغامر مع المركز الثاني. وشوفوا شعار النعيمي قادم شاهين. للسيد محمد بن صباح بن زيف النعيمي اللي وصل بالمركز الثاني، وفي المركز الرابع شعار السيد حمود أو خالد بن حمود بن الزفنة الحرسوسي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس أشوف اللي وصل في هذه اللحظات. جزيل، ويا جزيل العطايا، الله يا جزيل السيد متعب بن راشد بن علي بن سلعان، الله يا انطلاقة الزمول، الله يا متعة الزمول. أسماء 30 اسم بهذا الشوط. يا هي أسماء كبيرة، يا هي أسماء عملاقة انطلقت في هذا الشوط لتحقيق الفوز، انطلقت لتحقيق الناموس، انطلقت لتحقيق الهدف، وهو الهدف الفوز، الهدف الناموس. إذن هذه لوحة الأربعة كيلومترات، 4 كيلومترات يا جماهيرنا الأعزاء، يا عشاق الأصالة. انتصفنا مسافة 8 كيلومترات، والأمور تسير مع من صالح الحذر، الأمور تسير من صالح شعار حمد بن متعب المنخص المري في مقدمة الشوط. ولكن شاهين النعيمي قادم، شاهين قادم، وهالي الغويرية قادمين. يا سلام، شعار سيد محمد بن صباح النعيمي، صباح الفلي النعيمي بانطلاقة شاهين على المركز الثاني. يا سلام يا الشرقي، الشرقي على المركز الثاني، والهوى شرقي مع الشرقي إذا فاز علي بن سالم بن صبيح المري. يا سلام، شعار اللي قادم اللي هو شاهين أو الباسل المنطلق مع المركز الرابع للسيد خالد بن حمود بن زفنة. خالد بن حمود بن الزفنة الحرسوسي ضيف عاني من سلطنة عمان للمشاركة، نرحب بكل الضيوف. يا سلام، ناخذ المركز الخامس، وجزيل على المركز الخامس للسيد متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري. يا سلام، هذه النتيجة، وانتظروا المزيد. أشوف الزمول خلف الخمس هاجمة، هجوم الأسود، الزمول وسيل الزمول، ولكن الإذاعة إلى الخمس والتعليق إلى الخمس، ونعود بكم إلى الحذر وانطلاقة الحذر اللي مسيطر 5 كيلومترات وهو في مقدمة الشوط، 5 كيلومترات وهو مسيطر، 5 كيلومترات بشعار السيد متعب بن حمد أو حمد بن متعب المنخص. مشاهدينا الأعزاء، يا سلام، المركز الثاني شعار سيد محمد بن صلاح النعيمي بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث شعار اخواننا بدولة الامارات، شعار السيد خالد بن حمود بن الزفنة الحرسوسي. مشاهدينا الاعزاء، اللي منطلق وفي المركز الرابع شعار علي بن سالم بن صبيح. الله، وصلت الزمول. يا سلام، شوف المنظر، شوف اللي واصل. جزيل اللي قادم بشعار سيد متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري في المركز الخامس. دعونا نعود إلى مقدمة الشوط، نسير مع الحذر. أتمنى أن يبقى كما هو، أتمنى أن يبقى ويواصل المسيرة،
في مسيرته اللي في 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 المحلي الماضي نفس السيناريو. الحذر الحذر الله الحذر للسيد حمد بن متعب المنخص المري المركز الثاني. هالي الغويرية قادمي، يا سلام. محمد بن صباح النعيمي ناوين الفوز، ناوين الفوز داخل بقوة مع الكيلوين النعيمي، يا سلام. مع شاهين وسلالة شاهين، جزيل يا جزيل، وصل جزيل، وصل الشرقي، وصل الطبيب، يا سلام. وصل شعار الحرسوزي قادم مع الجانب الآخر. الله يا الزمول، هذه الزمول الهاجمة، هذه الزمول المنطلقة، هذه الزمول التي انطلقت في هذه اللحظات. وهذا الاختلاط، اختلط الحابل بالنابل، يا سلام، مع الزمول. ولكن الحذر ما زال يسيطر، الحذر ما زال يبدع في ميدان التحدي. 1500 متر، 1500 متر، هناك حمد بن متعب المنخص المري، وهناك ايضا، هناك ايضا شاهين. محمد بن صباح النعيمي غير غير غير، يحمل امال وتطلعات اهالي الغويرية في هذا الصباح الجميل. محمد بن صباح، يلا يا ابو صباح، يلا يا ابو صباح، نتمنى لك التوفيق في هذه المسيرة في ثاني اشواط الزمول. الله، المركز الثاني. هنا شعار بن حموده قادم، الباس اللي خالد بن حموده بالزفنه، الحرسوسي قادم على المركز الثاني. ضيوفنا الاعزاء من دوله الامارات، الطبيب، الطبيب المداوي، الطبيب اللي قادم بشعار سيف بن علي بن عبيد السناري. المعركه طاحنه، المعركه طاحنه مع الزمول، المعركه قويه مع الزمول، المعركه فيه انطلاقه المركز الرابع اللي تسلل، اللي غير، اللي انتقل بدوره بهذه اللحظات، اللي ما تعرفنا عليه، اللي رقمه محجوب الكيلومتر الاخير. وشاهين اللي يسيطر، شاهين والموقف حساس، شاهين والموقف حرج. الله، محمد بن صباح بن سيف النعيمي، المعركه مع الاربعه اسماء، مع ضيوفنا الاعزاء ومع اهل الدار. الله، يا المركز الثاني، الطبيب يتسلل، الطبيب يجاوز، الطبيب ينطلق مع شعار احد المحللين لقناة الريان في برنامج الريس، يا سلام. عبيد بن علي السناري، الله الله الله، يا الزعبي، يا سلام. اللي واصل في هذه اللحظات وضاح، اللي واضح امامكم وواضح انطلاقته، مرزوق بن راشد الزعبي اللي منطلق في هذه اللحظات. الله، الطبيب انطلق، وهنا وضاح، وضاح يا وضاح، انطلق وضاح. امامكم على شاشه الريان مرزوق بن راشد الزعبي اللي فاز في ثاني اشواط الزمول بانطلاقته، بتوجيهاته، بالمركز الثاني. الخطر قادم من الطبيب سيف بن علي بن عبيد السناري، لكن السلام مع ابو راشد، مرزوق بن راشد الزعبي. اسعد الله صباحك يا مالك وضاح، وفي هذا الصباح نزف لك أجمل التهاني والتبريكات على فوز وضاح بالشوط الثاني الخاص للزمول. المركز الثاني الطبيب للسيد سيد بن علي السناري، المركز الثالث الباسل للسيد خالد بن حمودة بالزفنة، المركز الرابع الفارس لسعيد محمد الحيم، المركز الخامس شاهين للسيد محمد بن صباح النعيمي. ثانينا والناموس، التوقيت الزمني لحظة الوصول 13 دقيقة 22 ثانية، 16 جزء ثانية. ثانينا والناموس، هذه لحظة الوصول، مركز الثاني الطبيب 13 دقيقة 23 ثانية، 64 جزء ثانية. ثانينا العبيد بن علي السناري، مركز الثالث اللي وصل، وهذا هو من وصل على المركز الثالث، الباسل للسيد خالد بن حمود بالزفنة الحرسوسي، 13 دقيقة 25 ثانية، 48 جزء من الثانية.